ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ ايوه الفيديو ده انا بصوره بعد بالظبط ما قفلت الفيديو بتاع الكنيسه وبتاع الفروقات ما بين الشمال والجنوب. الفيديو ده ان شاء الله طقت في دماغي كده، هي دماغي طقت في دماغي كده ان انا اروح لليبرتي بارك اللي هو تمثال الحرية، ليه بارك معمول اسمه لايبرتي ستيت بارك. انا طقت في دماغي ان انا اروح كده، هبت في دماغي، انا هقول لكم ايه. فانا هبت في دماغي زي ما قلت لكم كده ان انا ايه اروح. فانا ايه هبت زي ما قلت لكم في دماغي. سلام. انا هبت في دماغي ده الشماس اللي ادالي التوني في الفيديو اللي فات. ها ده دلوقتي فيديو جديد، اقتنع انا قررت اعمله فيديو جديد عشان ما نزعلش من بعضينا. هو فين بتاع؟ انا بزعل من الحاجات دي قوي. فانا متجه دلوقتي مفروض 50 دقيقة اكون هناك، مش كتير عندنا وقت نضيعه. فانا بتجه حاليا، هبدا اوريكم. طبعا الدنيا منوره، هبدا اوريكم الدنيا شكلها ايه قدامي. ادي الشارع اهو، ده جي اف كي برضو ماسكين في امه، مش هنسيبه خالص. جي اف كي برضو مكملين معاه. يا ترى هتودينا على فين يا جي اف كي؟ احنا هنكسر يمين تقريبا، الشارع مش اللي جاي ده اللي بعديه. المهم ان احنا نكسر يمين، مش جيتس ده، مش الشارع اللي اسمه جيتس اللي بعديه، هنكسر يمين. ماشي، ان شاء الله تبقى حاجة جميلة كده واعرف اصور لكم تصوير جميل. يعني هو مش هيبقى قريب خالص لتمثال الحرية، بس هيبقى حاجة جميلة، يعني هيبقى هتشوفوه يعني بشكل كويس، او انا هشوفه يعني. جو كويس، في اسوأ من كده ممكن يحصل. فحاليا الجو يعتبر ممتاز. ادي شارع اللي اسمه جيتس، انا هاخد التيرن اللي بعديه اللي هو اسمه سي فيو افنيو. سي فيو افنيو اهي، 1 hour الفوتو ساتر. اول جرينز عم بقول لك 1 hour فوتو، يعني هنعمل لك صورة في ساعة، تخيل بقى. طبعا هو في حاجات اسرع من كده، بس يعني معلش لازم نتماشى بقى. عربية اكل كاتب نيويورك ستايل. نيويورك ستان تحت سيع ولا احنا في نيوجيرسي؟ تحت سيع ولا ايه؟ ولا بيشتغل شيفتين فقال لك خلينا نصيح هنا نيجي مع نيوجيرسي ونيويورك، ما كلهم اخوات. ايوه انا عايز اعدي. انا في تنقيط خفيف واشعر مش عارف ليه، هي هتشتي النهارده، دي مش توقعات، دي عندنا يعني ده كلام بيبقى حقيقي. هنا التوقعات الجويه بتبقى اكر بشكل رهيب عشان البيزنس وكده، ف يعني بشكل كبير بتبقى مظبوطه، يعني مش لازم تبقى صح على طول طبعا. بس هي قالت انها تشتي الساعه 4، فانا هخلص بدري. بس هي بدات تنقط دلوقتي، ده الغريب. عامة انا هبت في دماغي وخلاص هبت.
يلا يا عمونة، يلا يا عمونة، عايزين نعدي يا عمونة. حد معاه عربية ليمبو؟ لا دي مش ليمبو، يعني لامبورجيني دي، لا الطويلة دي اهي بقى. يلا بينا، يلا بينا بقى يا بارد يا رخم. يلا ايوه كده. عشان ايه يا عم الحاج؟ واحنا لحقنا عندي يا عم الحاج. الله، دي قلة أدب خالص بقى. مش قوي كده إن شاء الله. لما نوصل لحاجة جديدة هبقى أصورها لكم. يا ساتر، احنا بدأنا نوصل. ولو تشوفوا ما في مدفع كده شكله مدافع قديمة، عاملين بارك صغير كده، تمثال الحرية باين لي انا من قريب، يعني باين لي في الافق. انا ما اظنش ان هو يبقى باين لكم، عدس الكاميرا عمره ما هتجيبه بسهولة ديت. فاحنا فضلنا تقريبا يعني 10 دقايق بالكتير هنبقى هناك. يلا بينا. عادينا يا جدعان، قربنا، ادي نيويورك اهي، ادي تمثال الحرية هناك اهو. مش عارف واضح لسه عندكم ولا لأ، بس هو بدأ يوضح بشكل كبير. طبعا لما ننزل دلوقتي من على ال من على الكوبري من الهاي واي هيبقى واضح بشكل كبير خالص. التمشية طبعا يعني مش قصيرة، دي حاجة حقيقية، بس لطيفة. القطر تحت اهو، خطوط القطر، مش عارف ايه الحاجات اللي محطوطة ديت، ممكن حاجات هتتنقل ولا حاجة زي كده. بتاع ده بيفكرني بجي تي ايه تقريبا. تمثال الحرية يا جماعة انتوا المفروض تبقوا شايفين دلوقتي، هو باين بيبان اكتر واكتر. عند زي ما قلت لكم دي نيويورك، الابراج الضخمة، الامباير ستيت والحاجات ديت كلها شغل نيويورك. وده تمثال الحرية. انا رحت اصلي نيويورك بس ما رحتش تمثال الحرية. لو انتوا عارفين في كوبري مشهور كده اهو هناك اهو، تقريبا ده بيربط برضه، بيربط جزء من نيو جيرسي بنيويورك، اللي هو عبارة عن حبال كتيرة كده، مش حبال طبعا، هي انا مش عارف اشرحها بالظبط ازاي. هو مشهور يا جدعان، عارفينه، كان موجود في فيلم هوم الون، الولا كان في هوم الون 2 الولا رايح لنيويورك، مشهور هو ده. مهم طبعا السابوي اهو، سيستم السابوي تحت، لو شايفينه تحت الارض اهو، التيرمينالز بتاعته كلها. عن تمثال الحرية اختفى حبتين. احنا هننزل، هننزل على الكوبري وهنمشي حبتين اهو اهو، ما اختفاش ولا حاجة. هننزل على الكوبري، هندخل في البارك، هنمشي سنة وان شاء الله يبقى باين من غير ما نعوز نخلص البارك كله. طبعا فوق كوبري ما فيش اي انترنت، اي انترنت تحت الكوبري، بس عادي يعني مع الارصفة العادية بيبقى في شركات النت حاطة الراوترات بتاعتها. ها هو لقد وصلنا
انا هرجع اصور تاني لما نقرب، بحس انه تبقوا شايفين الدنيا تبقى واضحة، عشان دلوقتي احنا ايه ننزل ونظبط زاويتنا بقى عشان اعرف اصور لكم. انا دلوقتي بتمشى داخل البارك، في الممشى ده جنب خط قطر، ترون خط القطر ده ما عادش شغال، بس يا عالم ما اعرفش، بس تقريبا مش شغال. الخط بتاع المشي العادي البيفمنت العادي ما عادش موجود، يعني المفروض انه انت تتحرك بعربيات بس معمول السايد ووك ده، فده لطيف عشان تعرف تتحرك. تقريبا صار المشكلة بس المباني اللي اتحطت، فبتخليك مش عارف تشوف التمثال بالظبط من غير ما تقرب قوي، فاحنا هنزود شوية شوية مسي اكتر ما احنا مسيناه. انا داخل النهاردة في مشي تقريبا 16 كيلو تقريبا النهاردة، انا لسه هعمل تشيك المشوار بتاع الكنيسة بتاع الصبح ودلوقتي تاني اهو، يبقى احنا كده مرتاح يعني هعدي اهو الجماعة الكوبري اهو. انا كنت لسه بقول لكم عليه اهو، جه قال لكم انا اهو، ممكن نروح هناك يمكن نعرف نشوف التمثال بسهولة. خلينا تعالوا نيجي هنا، تعالوا نيجي هنا، جميل البط ده. الكوبري ده انا كنت بقول لكم عليه، انا هعمل لكم زوم، استنوا كده. شايفين الكوبري ده؟ الكوبري ده مشهور جدا، انا مش عارف اسمه للاسف. بس ده مشهور. ايه ده، في اكسفينيتي؟ متقوليش في واي فاي اكسفينيتي هنا؟ اهو التمثال اهو، راسه بنات دبان، يمكن لما نجيب اخره نجيب اخر بتاع ده تبقى الدنيا كلها باينه. يا رب يا اخويا يا رب. المكان ده معمول فوق، بس انا شاكك مجانا ولا ليس بالمجان. انا اشعر انها ليس بالمجان لانه مكان فخم كده وبالعربيات، وشكل فيه باركنج والعربيات، فاشعر انه ليس بالمجاني، انه ليس بالمجاني، ليس بالايه بالمجاني. اخر اللي فيه حيل يمشي لغاية الاخر ده هيبقى لازق تقريبا في وش التمثال. طبعا في ناس دلوقتي تقول لي ايه يا عم الهبل اللي انت عملت تعمل ده، انت عمال تلف حوالين تمثال. ما دي فكرة، انت في امريكا ايه اللي بيعبر عن الحرية اللي بيتعمل يميز بيها الامريكان، واللي اصلا المصريين الحمد لله بيهربوا من مصر علشان يجوا هنا، فرصة الحرية الكاملة دي اللي للأسف مش موجودة حتى في الدول التانية تدعي الحرية. انا ده رأيي، انت ممكن رأيك يختلف ودي حريتك برضه انك تقول لنفسك فيه، بس انا بشوف ان اي حد بيجي من العالم كله جزء من الفرصة اللي هو بيستمتع بيها هي فرصة الحرية انه يعمل اللي هو نفسه فيه، بس كان هيعمل الصح هيعمل الغلط دي حريته، لانه احنا كبني ادمين مؤمنين بربنا كل واحد هيتحاسب لوحده، فمفيش حاجة اسمها ان الواحد يتحاسب دلوقتي على الارض، ده قمة الغباء انه يقيد حريته علشان برايفت دوك نو انتري. دي اقرب حاجة انا شفتها. خلاص خلاص، انا هرجع، انا هرجع وهكملها مشي، مخصوص مش هبقى قريب كده والبتاع الغبي ده هيضايقني. لو كنت قربت سنة كان ممكن يبقى الطف. انا هوقف يا جدعان ولما اقرب هقول لكم. طبعا المسافة مش تبقى قصيرة. الساعة دلوقتي 1. ايه ده؟ واي فاي اكشفينيتي، اكش عليك اكشفينيتي. زي الفل، عندك نت
وانت في هذه العزلة. لا الصراحة يجب ان احيي شركة اكسفينيتي، شركة الانترنت، احييهم تحية كبيرة قوي ان شاء الله. لما اوصل يا جدعان هقول لكم، عشان المسافة مش صغيرة ومش بعيدة قوي، يعني متوسطة، ربنا يسهل. مش الطويل ده اخره فيو مفتوح، فمش هيبقى فيه شجر طبعا، زي ما احنا شايفين شجر كتير، الورق واقع، ده قافل طبعا الرؤية، عازل الرؤية تماما اصلا. في اخر الممشى ده الدنيا هتبقى مفتوحة طبعا. زي ما انتم شايفين هنا في شوية بيوت قديمة وشوية سفن، كوبري طبعا اللي قلت لكم عليه، في سفينة مقلوبة هنا غرقانة مش عارف سايبينها ليه. المهم في سفن نقل شايفها من بعيد، في كذا مينا، شايفين الحديد اللي بيشيل البضاعة والحاويات. على المحيط المفتوح، واحنا لسه بنبدأ المشي في هذا الممشى الطويل. انا صراحة المركبة ديت تضحك، مركبة مقلوبة وغرقانة، واللي باقي منها الارتفاع ده، يا ده عمق المية، بس ده عمق محترم. طيب لسه المحيط بيبتدي. طبعا نيويورك والبراج كلها من هنا، الامباير ستيت، وان اوبزرفر، كل البراج وكل الشغل الكبير هنا. انا بس مجرد اقرب تقريبا مينا تقدر تشوف منها تمثال الحريه ونيويورك في ظهرها. تمثال الحريه يعتبر في اخر نيويورك، يعني هو ما بين نيوجيرسي وما بين نيويورك، واخد كده بظهر كده متصور، كانه بيتصور سيلفي مع نيويورك، نقدر نقول كده يعني. جو كويس الحمد لله، ما شتتش يعني، انا قضيت حبتين، وده اعلان انذار، انا رفضت الاعلان، ويا رب ارجع قبل ما تشتي عليا، عشان شكلي هيكون مسخره. انا مشيتش عمري في كده قبل كده، فانا شايفين مش عارف انت هون، بس انا بشوف حاجات، وانا نفسي الكاميرا تبقى الكواليتي بتاعتها فشيخه عشان اقدر اوريكم كل حاجه بشوفها. طبعا انا شايف طياره بتعمل لاندنج، طبعا بتعمل لاندنج في مطار جي اف كي اللي هو هناك في نيويورك، ف بتبقى جميل لانك تبقى شايف برضو العين بتلقط حاجات كده عشان تعرف تلقطها بالكاميرا، تعوز تقرب او يبقى عندك درون معانا. الدرون مش عارف تقرب من الطياره، بس ممكن تقرب لك من مباني، مع اني ما عنديش فكره هو ينفع تطير درون جنب تمثال الحريه. ما اظنش المنطقه دي، مش عارف، ما عنديش فكره، بس ما اظنش عشان تصطدمش في الحاجات ولا حاجة تعمل مشاكل. انا هاخد الترن ده عشان تقريبا هو ده الترن الاخير اللي يفضل مكملك في الاتجاه ده. بعد كل المشي ده انا عايز مظهر فشيخ اهو. هي ايوه كده قرب. تقريبا بعد ما اخلص البتاع ده في حته مبنى هناك كده نعديه، المنظر هيكون فعلا فشيخ. في صوت طياره هليكوبتر.
الكلب ده ماذا يفعل هناك. ايوه كده يا جدعان، لقد اقتربنا بشدة، وأرى أناس يقفون هناك ويلعبون. شكل الناس هناك بقى بالعربيات. أنا طبعا فول، مش فول اللي احنا بناكله، فول يعني مخبول جاي ماشي. العربيات دي جاي يعني ممكن يبقى جاي من عيون معايا كده، أنا جاي ماشي معاه. أنا سو كول تو جو باي باص أو كده. ايه يا عم اركب الباص يا عم. لا يا عم لا كده، فعشان كده قررت اخدها ماشي عشان انا سو كول. مهم اما مش عايز افكر رحلة الرجوع هتبقى شكلها ازاي. فاكرة؟ لا تطلع على العكس، انا كده اتخدعت. طلع تمثال الحرية عامل سيلفي معانا احنا، مع بيون. يعني انت لو في نيويورك هتشوفه. وهو على فكرة الأحسن انك تاخد مركبة، يعني ده الأحسن. وده اللي عشان ايه؟ لأن في مكتبة هناك في قاعدة التمثال، تحت التمثال، مكتبة لايبرتي ستيتشو. ده لو انت عايز تشوف التمثال من قدام، بس هو بالشكل كده انت هتشوف التمثال بوضوح. بس طبعا في العاب للاطفال، اطفال احباب الله، فعمل لهم العاب بلاستيك باموال ضرائبهم الذي يكدون اليها، ولا يكدون مش اي حاجه. بس في تمثال حد كمان هناك، بس تمثال على الارض مش تمثال حرية ذات نفسه. في حد سايب عجلة مأجرها، عارفين العجلة بتاعت السيتي اللي انا كنت وريتها لكم قبل كده الفيديو؟ اهو سايبها، ده جايبها بقى وجاي هنا. قال له انت بتستظرف ياض؟ قال له هو ما قالوش استظرف، قال له انت بتستخبى. الله في حاجات كتير قوي جوه. والله انا جايب العجله عشان نكتشف الحاجات الكتيره اللي قوي جوه ديت. وها هو بقى الفيو لاول مره بشكل نظيف، من غير شجر، من غير قرف. قريب جدا، قريب جدا. يعني انت ممكن تنزل تعومه من كتر ما هو قريب. دي بس يا جماعة عشان عندي شعور ضعيف انه المكان متوصل. يعني اصل ده شكله غريب، شكله من كتر ما هو قريب ان انا حاسس ان هو متوصل بيه. في حاجة هنا انا عايز اتأكد منها. سوبر ستورم ساندي، their trees out of the ground. دي صور للساند ستورم. بص هنا في مية، هجرب. لا كده. Liberty State Park is access to monuments. ده ايام الاثار ساندي. سوبر ستورم خلع الشجر من الارض. العلامة دي انا ما عنديش فكرة عنها، مع اني بقرا تاريخ امريكا كتير، بس العلامة دي ما عنديش فكرة منها. مش منها دي كده مش صح. هل في واي فاي؟ قول لي ان في واي فاي. في واي فاي بس نقطة واي فاي. انا كل عمال اقرب، كل ما النت بيختفي. اكسفينيتي، هو في نقطة اكسفينيتي
صراحة أنا مش عارف النقطة دي فين أصلا. للغريب إن هي نقطة مش عايز تختفي. اه ده كان شكله تمثال تريبيوت للجنود. انا هروح اقرا المكتوب عن ايه تحتيه هنا. قريب جدا يا جدعان، يعني ده لو حد جديد، لو حد ايه يعني، خدوا الكلام من السكه، لو حد جديد ممكن ياخدها عوم فعليا. صحيح بيقول dedicated to American America's role of preserving freedom and risking the oppressed momentum by Nathan Babro. دي كده يا جدعان، اتأكد ان انا بصور اصلا، انا بصور. Nathan Babrod of an American soldier carrying a World War II concrete camp survivor was gifted to the state of New Jersey through the generosity of thousands of people of goodwill. May 30, 1985, Liberty Park Monument Committee. يعني دي كانت جيفت لجندي أمريكي شايل لواحد جندي تاني من ضحايا الحرب العالمية التانية. عارفين بتاع برضو اللي في نفس الفيلم هم ألوان تاني. أنا هرخم عليكم بالفيلم، نفس الفيلم وهم لون تاني. كان في البتاع ده انا رايح له. بليز قول في نت، بليز اي هوب يبقى في نت. اي هوب اي هوب تمثال اهو اقرب مما مضى كما يقولون. في المكبر ده المفروض يبقى شغال شغل لطيف، الا بقى لو قال لي هات فلوس. فلوس يعني فلوس يعني، لاني لا امتلك الفلوس. ايه كده يا جدعان فري؟ ايه ده دي بس شفت فري حاجة. مش كوميتي بس انا كنت شفت فري حاجة. فري واي فاي. كنت اقول ايه ده ايه ده. ده عايز منك ربع دولار، عايز منك ربع دولار، ربع دولار. كورترز اونلي، كورترز اونلي. انا هجرب هوقف يا جدعان وهرجع لكم.